طب حيطه والبس الحيطه ليه بتتمرجح جامد كده يا لهوي اوبا مازدا اخباركم يا شباب معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في كارفور سير في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب قلبك يطيب الحلقه اللي فاتت خلنا دراج ريس وللاسف خسرنا قدام الجي تي ار وفي حلقه النهارده صراحه انا ناوي ان انا يا اما اجيب الجي تي ار يا اما اي عربيه سريعه او نادره علشان نقدر ندخل سباق السحب ده بكل سهوله لان صراحه اتكسفت الحلقه اللي فاتت يعني اللي هو ازاي يعني يا جماعه جي تي ار كان معديه من جنبي هوا كده وطبعا احنا دلوقتي في سوق الجمعه كالعاده يعني العربيات اللي فيه يعتبر مش اقوى حاجه وانا حاليا صراحه بدور على اقوى عربيات وفي الحلقه اللي فاتت قلت لكم على البي ام دبليو اللي لسه نازله جديد قلت له ايوه يا عم ميدو هي دي البي ام اللي لسه نازله جديده فاخدتها معايا المعرض وقلنا في الحلقه دي ان شاء الله يبقى نعدلها كده ونظبطها ونشوف سرعتها والتسارع بتاعها يمكن تبقى سريعه برده والكلام ده كله زي ما انتم شايفين صراحه انا الشكل الظاهري للفيراري دي انا مش شايف اي حاجه طبعا الاكس بي اللي بيطلع لي ده بسبب الشحات اللي احنا مشغلينه معايا وزي ما انتم شايفين راجل طالب 359000 والله بص يا صاحبي انا مش مخونك بس انا هعمل تشيك كده خفيف برضو كالعاده بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب شايك بسرعه الله يرضى عليك ما فيهاش دريفت كده تعالى بقى نشوف سعرها هينزل كام من 359 ل 329 لا يا باشا انا هخلصها بالظبط على 280000 جنيه راضي راضي مش على فكره يا عم انت يا لهوي 28000 تخيل يوافق 28 280 ها خدها شكرا ما طبيعي عشان انت راجل كذاب يعني لازم تبقى عالي العربيات اللي هنا برضو تعتبر مش اقوى حاجه اول مره اشوف العربيه دي مش دي الصغيره عموما خلينا نبدا ناخد الفيراري بتاعتنا ونبدا نعدلها ونظبطها بالاضافه كمان للبي ام وعايزين ندخل برضو بيهم سباق السحب مع ان بصراحه اللي انا متاكد منه ان العربيات دي كلها سرعتها واحده مش هيجوا حاجه في سباق السحب دول شوف لي كده برو العربيه دي عايز ايه ونظفها لي 26 بس انت بتطول قوي يا ابني ليه في التنظيف كده اسمع بقى صوت العربيه دي صوتها مختلف تماما عن اي بي ام ثانيه مع ان والله بشب عليها بس معرفش معظم عربيات المزاد بتبقى نظيفه ما اعتقدش ان هي عايزه نظافه طيب تمام مفيش اي مشاكل خلينا بقى نرجع كده في السريع نظبط العربيه دي اول حاجه هندخل على بتاع اللون صراحه انا شايف لونها الاصل بتاعها كويس يعني فمش هغيره لان اصلا كده مش محتاجه نظافه هنبدا بس نظبط لها شويه حاجات كده زي الكاوتشات والدنيا دي كلها مع ان برده كاوتشاتها نظيفه برده مش محتاجه ولكن حط لها ريسنج كيت الاي تي اس هبط يا باشا العربيه عشان تبقى اسرع بالنسبه للاضاءه بتاعتها نديلها اللون الازرق حتى اللون ده برده غريب عليها راكب كده بطريقه غريبه جدا نحط اللوحة واخيرا الكفرات بتاعتها هحطها الكفرات هحط لك الكفرات اللي انا بحبها دايما وهي دي وبكده نكون ظبطنا العربية بعد اذنك دلوقتي يا مديرة يلا ارجع هناك على البتاع البي ام دي حاسس ان هي هيمشي عليها اللون الاسود الكاتم او الاحمر الكاتم حاجة زي كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا برو اخبارك ايه بقول لك ايه بعد اذنك عدلها لي حط لي الدي سي اس والنايترو هبط لي العربية من قدام ورا الاضاءة بتاعتها ودي بصراحة بتبقى ماشية على البي ام بتبقى زرقاء انتوا عارفين انا هخلي لونها كله ازرق فازرق البيت حتى مش نضيف برضه خلاص خلي اللون ده كان نفسي الاقي بليت ازرق برضه احطولها احط لها كفرات رهيبه زي دي وبس كده تقريبا كده متشكرين نرجع جري بقى على بتاع الدهن اللي ورا صراحه اللون الازرق ممتاز عليها نبدا نحطولها ندخل بعد كده هنا على اللمعه دي ندي لها كده لمعه بسيطه بالنسبه لدي صراحه انا شايف ان هي ملهاش لازمه خليها زي ما هي كده على الهادي وبس كده يا باشا كده شكر الله سعيكم شفتوا شكل العربيه بقى عامل ازاي بس كان نفسي والله اقدر الون الكاوتشات بتاعتها وندي لها برضه لون ازرق كان كلها تبقى جامده خلوها كده نبدا نجرب العربيه نشوف سرعتها عامله ازاي بس شكلها شيك صراحه بس انا حاسس ان هي مش هتبقى سريعه معرفش ليه يعني جابت 120 بالعافيه الهايلاند ده كله بس حلو على فكره في التخميس ممتاز جدا بقول لكم ايه بما ان العربيه دي حزينه فخلينا ندخل معاها كده سباق السحب بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب بسم الله الرحمن الرحيم انتوا المره اللي فاتت قلتوا لي ان انت خسرت بسبب ان انت طلعت قبل ما العد يخلص فخلينا نشوف بقى المره دي بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي بس برضه العربيه مش سريعه برضه يعني اعتبر ان العربيه دي عارف انت لو سبورت كان زمانها سبقتني صراحه خيبت ظن انت الصراحه انا قلت صوت بقى وبتاع وبعد التعديل هتبقى جامده طلعت اي كلام والله ياه المفروض بقى مطور اللعبه ينزل لك مود او ينزل لك ورشه خاصه بان انت تشتري ماتور للعربيه والدنيا دي كلها بس صوتها فظيع يا جدع بس حلو والله تحسها عربيه دريفت بسم الله الرحمن الرحيم اركن يا عم افصل العربيه انزل وهنبدا نبيع برضو العربيه دي والفيراري سيبها ندخل بقى السباق هلا بس نعرض العربيه دي للبيع علشان انا مطفر صراحه معايا 8 مليون بس ايه يا اسطى عايز صور جنبها يلا يا مدير بسم الله الرحمن الرحيم يا رب افتح علينا يا رب بعربيه حلوه يا رب يا رب يا رب اودي هات الاودي ايه يعني السلام عليكم ازيك عامله ايه العربيه ما فيهاش اي غلطه طب الحمد لله كويس جدا عايزه فيها 500000 فاحنا ممكن نقول لها مثلا 500 بالظبط واخدها منك ايه رايك تمام
تسلم يا حاجة، يلا دلوقتي على الورشة عشان لو فيك مشكلة بنصلحك. وكده اتوقع مفيش هنا اي حاجة تاني. بحس العربيات اللي هنا كلها فافي، فاهم انت ازاي؟ يا فاكرين في بداية اللعبة ارخص عربية كنا بنشتريها. العربية طبعا حالتها حلوة مش محتاجة دهانات ولا اي حاجة، بس مثلا هنبدأ نغير الكاوتش الكلام ده كله، حاجات خفيفة كده فيها وخلاص، زي مثلا التربو، الريسكيت هنضيفولها، نهبطها، الاضاءة بتاعتها اللون، اقول لك على حاجه خليها المره دي لون احمر عشان بس يبقى في اختلاف بين الاثنين، والكاوتش بتاعنا اللي احنا بنحبه. بس كده متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. ارجع بقى وركن العربيه دي تاني. حلو بالشكل ده. صاحبك حالته حلو، قاعد يصفر بقى وبتاع ودنيته رايقه. نبدا يا عم ننظف معاه بس عشان نرفع له الاكس بي بتاعه. نبدا نبيعها. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لي بقى الماركت كده. بسم الله يا رب يا رب يا رب. ايه الزحمه دي؟ ده انا ناسي الفراري هنا اللي المفروض هندخل بس بقى السحب النهارده. مؤاخذة رجالة مؤاخذة والله العظيم، انا مش قصدي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجعها اهو، نبدا ننضفها كده بس عشان ندخل كده على النظافة. هلا 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 والله. شوف يا جماعة عرض العربية ب 7 مليون، يا نهار ضحك. قال لي 654000. طب خليك قاعد شوية ما نشوف البنت التانية دي عايزاها بكام. 712. بقول لك ايه، 812 252 وتاخديها. يلا ها، 100000 بس، يعني مش فارق كبير بالنسبة لك، شوية فكة. اخدتها. مش زيك يالا. الاتنين دول جايين على البي ام. نبدا نشوف اللي هناك عشان وقفت اول واحدة. هتاخدها ب 57000. هي طول عمرها مستفزه، النضاره المقلوبه دي عامله نفسها مطنوخه بس هي اصلا برضو مفلسه. 65000. وقال لك ايه، 75 وخديها. يلا زودنا لك 10000 بس. يلا خليكي سريعه كده حبيب قلبي. تسلم. كده فضل اخر عربيه معانا وان شاء الله نعرضها للبيع. تفتكروا هنقفل بقى المليون العربيه دي؟ ما اعتقدش. لا عموما خليها كده، نعدل عربيتنا ونبدا نظبطها علشان بس على طول اول ما كده نبدا ننطلق على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. العربيه سعرها عالي ولا ايه؟ راح كده يا اسطى ورايا مشوارين كده هخلصهم واجي لك. عموما لو حد جه خد رقمه وانا هبقى اتصل عليها. بس انا صراحه حاسس ان الفيراري نفسها نفس سرعه اللامبورجيني بالظبط، مفيش فرق كبير ما بينهم. ازاي يعني؟ وايه الثقه اللي هي فيها دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. خليني يا عم اروح احسن. العربيه انا عارضها للبيع بمليون 584000. طبعا هي هنا قالت لي عايزه 638، ده 644، ده اعلى شويه. 690000. بقول لك ايه، 740000 وخديها. ايه رايك؟ بس نكتب نفس اخر اربع ارقام او اخر ثلاث ارقام. يلا يلا. شوف يا باشا، يا عم في كده حاجات. عموما خلينا دلوقتي بقى نروح البيت وننام علشان نصحى ثاني يوم للمزاد نحاول كده نشتري فيه هذه السياره بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اسبوع 28 يوم. كتير منكم قال يا عم ميدو المزاد اللي انت تلاقي فيه الجي تي ار او اي عربيه سريعه بيبقى الساعه 11، فان شاء الله ربنا يسهل ويكون هو ده المزاد. مع العلم ان انا قعدت يمكن خمسه او سته او سبعه مزادات رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فالنهارده ان شاء الله ربنا يسهلها معانا. يا ابن اللذينه بتخبط الشاهين ليه يا ابن اللذينه؟ انا بصراحه عجباني الشاهين كده اللون الاسود في الابيض. اوف ايه اللي معدي بسرعه ده؟ بسم الله ما شاء الله عليك. خلينا بالمره ناخد برده جوله في شارع النصابين، يمكن نلاقي عربيه من العربيات السريعه اللي هنا، لان انتوا عارفين اليومين دول مفيش اي عربيه ماليه عينيا الا العربيات السريعه بس والعاليه. بس افهم بس اللادا اللي ورا دي شكلها غريب جدا، يعني لا توجد سيارات عليها القيمه يا زلمه. اتوقع دلوقتي المزاد المفروض هيبدا. خلينا بقى نرجع جري على هناك ويا رب سهلها معانا يا رب. انا كل شويه خلي بالكم، انا كل شويه اصور واقول يا جماعه النهارده اليوم السادس للمزاد واجي اخد برده نفس الجوله هنا. يا مسهل حال يا رب. بسم الله يا رب يا رب. النهارده اوف. استنى يا زميلي، انا عايز العربيه دي اللي طلعها دي. يا نهار ابيض، ده كده تروح عليا. شفتوا؟ ودي اول واحده طلعت. يا سبحان الله. ايه يا عم تخلصونا بقى يا جدعان، حط 14000 فيها. ده يا جماعه شوف وصلت كام، 495000. 500000 اشتريتها اخيرا. لا لا مش عايز اشتري اي عربيه ثانيه. ايه دي؟ سكودا. واو يا جدعان انا مش مصدق اقسم بالله، اخيرا الحمد لله. بقول لك ايه، يلا اروح على البيت دلوقتي، في عربيه جديده جايه. يلا مع السلامة. شوف انت رايحة فين. بسم الله ما شاء الله على مطار اللعبة، قفل الدنيا كلها. بس اتوقعوا هل المازدا دي هنقدر نفوز بيها؟ يعني قصدي هنقدر نفوز على الجي تي ار؟ مع ان والله انا حاسس الجي تي ار اقوى واسرع منها بكتير، مع ان انا واحد من الناس بحب المازدات صراحة، بعشقها جدا. في سلاسل نيد فور سبيد كلها دايما برتاح للمازدا، لان صوتها ناعم وتحسها خفيفه وبتلم نفسها بسرعه دايما في سلاسل نيد فور سبيد المازدا كده، فانا بصراحه برتاح لها اكتر حاجه. فهل تتوقعوا المازدا دي هتقدر تفوز على الجي تي ار؟ انا مش هتحرك من جنب العربيه دي لما اخدها في ايدي وانا ماشي، لا الميكانيكي يسرقها ولا تختفي مننا تاني، لان في كذا عربيه يا اما تكون مسروقه يا اما تكون مختفيه، ما اعرفش مين اللي باخدها. خلصونا بقى يا جدعان، خلينا نمشي بقى، خلصونا. يا لهوي يا جدعان على الحماس اللي انا فيه. الحمد لله خلصنا. يا مسهل الحال يا رب. انت عارف انت الشعور لما تكون انت كده جايب عربيه غاليه وخايف ان هي تروح منك ونادره في نفس الوقت؟ جاهزين يا شباب نركب العربيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الداخليه بتاعتها بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، وهي دي العربيات القويه طبعا. نبدا نشغل. اوف هو ده صوتك؟ انا توقعت صوتك هيبقى ناعم عن كده. بس خلينا نشوف انطلاقتها. انا حاسس طلعتها مش اللي هي برضه تصدقوا، بس واو يعني سرعتها عاليه برضه. تفحيطه والبس الحيطه. بسم الله ما شاء الله، حلوه تفحيطه والبس الحيطه دي. خلينا ندخل في السريع بقى نبدا ندي لها التعديله بقى
المحترمة. اول حاجة هندخلها كده عند الميكانيك المحترم، نقول له يا باشا بعد اذنك عدل لي العربية دي، انا عايز اصلحها مش عايز فيها اي غلطة. 85 جنيه يعني العربية دي طالعة اصلا من ميزات ما فيهاش اي مشاكل، بس انا اللي خبطتها عادي ما فيش اي مشاكل. وداعا لكل هذه السيارات الراكنة، كلكم هتتباعوا ان شاء الله علشان احنا معانا اجمد عربية موجودة في التاريخ. متشكر جدا لحضرتك يا فندم. هندخل هنا اول حاجة بقى نديلها الكاوتشات والتهبيطات والمساعدات والدنيا دي كلها، ونبدا نديلها اللون. اول حاجة انا محتاج لها الريسكت بس، ونحط لها التي سي اس ونايترو التربو، دول شيء اساسي. هبط العربية على الاخر عشان سرعتها تزيد. وبالنسبة للاضاءة بتاعتها بقى هي نفس الاضاءة اللي انا بحب اديها لها. لا لا استنى بس كده يا باشا، افتحها شوية وادخل كده على ازرق شوية بس كده، بس ثواني بس عشان ما تبوخش قوي. اديلها مثلا هذا اللون الازرق ايوه هو ده. ندخل بقى على اللوح. اللوح بقى هنديلها دي، والاول مرة في حياتي هكتب اسم على عربية سباق واسميها العم ميدو. خلي كله كابيتال بعزنك يا برو. ونعمل ابديت. ندخل بعد كده على الكاوتشات، لازم بقى نحط لها اغلى واقوى كاوتشات علشان دي هتدخل طبعا السباق. وهحط لك الكاوتشات اللي انا بحبها، وهي الكاوتشات دي، دي اغلى كاوتشات، وطبعا في الشكل شكلها شيكه جدا. ندي بقى للمازدا لون ايه يا ترى؟ ابيض، هي مشهوره باللون الابيض او الاصفر او الاحمر حاجه زي كده. هنجرب عليها الثلاث الوان ونشوف شكلهم عامل ازاي. ازيك يا وديع، اخبارك ايه يا وديع؟ بس ثواني بس عايزنا كده اتاكد ان العربيه بس نظيفه كده، عشان لو مش نظيفه صدق مش نظيفه، كنا هديلها اللون دلوقتي وهي مش نظيفه ما كانش هيبان عليها. مع انا بستغرب والله، المفروض لما اجي لواحد زي ده المفروض هو ينظف العربيه عشان يورينا كده اللون الاصلي بتاعها ودنيتها. بس ايزي عزيزي، ما عليك يا رجال، تعالى يا معلم اديني كده احمر يا برو، مش لاقي عليه والله. الابيض ما شاء الله عليه جميل. ندي لها اسود مثلا اللي هو، طب ادخل بعد كده على هذا اللون. انا عندي فكره ثانيه، ممكن احنا لا خليها تلمع على الاخر وخلي اللون بتاعها كده تمام. حلو الكلام. نبدا بقى ندي لها اللون ده، بس احنا كنا عايزينه احمر، ما تقوليش ان ده احمر. لا لا مش احمر، هو ده الاحمر بتاعها يا جماعه. بس انتوا عارفين انا بصراحه ما بحبش اللمعان الاوفر ده، وانا هدي لها لون ابيض. وندخل بعد كده هنا ندي لها ايوه حاجه بسيطه زي كده عشان بس تبقى كويسه جدا. وممكن ندي لها اللمعه دي بحيث ان هي تبقى نفس لون الكاوتش. اوف كانت لمعه اوفر دي يا جماعه. لا لا يا اسطى خليها كده. فين العربيه؟ انا مش شايفها ليه؟ نزل لمعه تاني باذنك. لا لا خلي اللمعه كده بس، نزل اللي فوق دي شويه. ايوه احنا مش عايزينها تلمع قوي يعني، نسبه بسيطه جدا. وكده اقدر اقول لك ظبطنا العربيه. نبدا بقى نحط لها بنزين، وكده نقدر بكل سهوله ندخل السباق بتاعها. خلينا ندي لها كده سرعايه كده هنا نشوف دنيتها. جاوم يا اسطى، انا مش هدفي الفلوس، انا هدفي ان عربيتي تفوز على كل العربيات الموجوده ان شاء الله. انا بقى مش هضرب نايترو خالص. اوف ده هو ضارب نايترو يا جدعان. بص بص شباب، ييه عداني ابن اللذينة بالنايترو. اوف بس والله عربيته سريعه، تصدق انا ما توقعتش كده برضو. يعني حتى المازدا عندي برضو محتاجه ان انت تمشي بقى بسرعه كبيره وانت ضارب نايترو. خلينا نروح للدرج كده نشوف سرعه عربيتنا قد ايه، لان الصراحه دخلت على طول على اول سباق من غير ما اعرف سرعه عربيتي. جاهزين يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يسهل. شغل على طول النايترو يا برو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اشوف كده هيوصل لكام. تتوقعوا ايه اقصى سرعه توصل لها المازدا؟ يا نهار ابيض يا جدعان، شفتوا الاهتزازات؟ بس على فكره سرعتها عاليه، يعني طلعتها نظيفه جدا. مش مهم بعد كده اقصى سرعه ليها، ده اللي انا لسه بكتشفه حالا. بس يا نهار ابيض على الاهتزاز، ايه ده؟ ليه بتتمرجح جامد كده؟ دوس بقى نايترو تاني، دوس 300، دوس شكلها يا جماعه 350. 350 هي 350. عظيم جدا على فكره، عربيه ممتازه. فيراري، حان وقت التجربه. ايه يا اسطى تسابق على كام؟ 2000 جنيه بس. طيب انا موافق، بس عربيته يا جماعه بصوا ما فيهاش دامج، انا عربيتي اللي فيها دامج. عندك عربيتي انا 2005 وعربيته 2006، يعني اكيد فيها تطور اكبر، ولكن عادي انا قبلت. بسم الله الرحمن الرحيم. التالت، ايوه يا باشا شوف معدي بقد ايه. شوف يا عم روح شوف انت رايح فين. 10.3 ثانية على سرعة 191 كيلو، هو 11.6 بس ما اعرفش على سرعة كام. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على الركنة ده، انا نفخت العربية بتاعتي. وسع يا لهوي على السرعة دي وطير بوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا اسطى؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اشطف يا مدير. ايوه ايه اللي موجود هناك ده بقى؟ تعال يا اسطى معاك همبرجي. اوبا مازدا يا اسطى. طب بقول لك ايه، هصلح عربيته جايله. لا لا لازم عربيه تصلح بعد الحوادث اللي العربيه شافتها دي، يبقى رسمي لازم نصلحها علشان بس نقدر ندخل السباق كده واحنا رايقين. باشا ظبط لي العربيه بعد اذنك. يا رب يا رب ان انا افوز عليها، يا رب ما اخسرش يا رب. ما تخلص يا اسطى،
يخلص حرام عليك يا لو عليك يا عم. انت بقالك ساعتين بتصلح في العربيه ده، هي بس دمج بسيط بس. تسلم يا عم، تسلم يا باشا حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله بالزين. هلا 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 يا عم. اسمك يا عم العربيه الضايعه دي، ايه الاخبار يا ريس؟ اخبارك ايه؟ خلينا بقى نشوف الراجل ده لو فزنا المفروض اللي يحصل. اوف، قال لي لو انت فزت عليا انت هتاخد عربيتي اهو بيت اسكار. ماشي يا اسطى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عربيتي يعني ان شاء الله تكون تمام. عربيتي شايفها معفنه ازاي؟ شايف عربيتي انا نظيفه ازاي؟ مهتم بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل. اسمع انا، اسمع الصوت. ها خاف مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يا مسهل الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دوس على طول التاني. يلا التالت. يا رب هفوز عليه. هفوز 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 هفوز. فزت يا جدعان وخدت العربيه بتاعته. الله اكبر. ايوه كده، هو ده المطلوب اثباته. وريني يا اسطى العربيه بتاعتك يا اسطى. ايوه كده. شايف؟ اوف. دي خلاص احنا كده فزنا بيها. حلو الكلام. روحي دلوقتي. انت عايز ايه يا اسطى من دي؟ 12000. طب انا صراحه كنت عايز اكسب العربيه دي لو ينفع. طب بقول لكم يا جماعه عشان بس انا اتحمست جدا، خلينا بس ندخل سباق ضدنا كمان. يا نهار ابيض، كسبت ماز ده يا جدعان، مش مصدق نفسي. تفتكروا هل العربيه التانية دي هتبقى اسرع من عربيتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. تعالى يا اسطى، تعالى يا اسطى، ربنا يستر وفوز عليك. اصل الصراحه العربيه دي انا عارفها من زمان، من ايام جي تي سان اندرس. العربيه دي كانت فظيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. 3 2 1. ادي التاني. تالت. اوف، ده المزد اسرع يا جدعان. اوف والله المزد اسرع. اصل بصراحة شكل العربية خوف، بس انا فزت عليه. اظن مفيش حد تاني سابه. لا لا خلاص يا جماعة، المازدا دي انا اعتمدتها، بس برضو مش هكون واثق في المازدا الا لما ادخل السباق ضد الجي تي ار وافوز عليها. بالنسبة للمازدا التانية هتعمل فيها يا عم ميدو؟ مش هبيعها طبعا، ده احنا ندخل نعدلها ونظبطها ونسيبها العربية التانية لينا، بحيث مثلا لو احنا خسرنا العربية اللي معانا دي يبقى معانا عربية تانية نقدر نسابق بيها. يعني تخيل دلوقتي هرد لها البيع وبعد ما تتباع وبعدين يعني، وهم نفس الستايلات ونفس كل حاجة. بس دي بتفحط يا جدعان، عشان كده ممكن تلاقيها ما فزتش عليا. وات؟ مازدا وبتفحط؟ لا 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 مش لايق عليها الصراحه. خليني بس نبدا نغسلها كده في السريع. ازيك يا زميلي، اخبارك ايه؟ بص بقى، المازدا عندي مشهوره باللون الاحمر، من ايام نيد فور سبيد وانا كنت بلعب باللون الاحمر بتاعها، فادي لها لون احمر. وطبعا زي ما انتم شايفين شكلها كده مش لطيف صح. نبدا نعلي دي سنه كده بسيطه، واللي تحت برده نبدا نفتحها سنه، يعني عشان تبقى العربيه كده مشبعه وشكلها غريب. وادي لون يا مدير. يا لهوي ده شكلها فظيع. استنى كده يا اسطى، بقول لك ايه، وريني كده اللمعه بتاعتها. ماشي، ونزل دي قوي. لا 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 لا، خلي دي كده مثلا على حرف السي بالظبط. انا كده نشوف الوان تانية ليها. والله صراحه اللون الاخضر ده عليها جامد خلاص، مع اني بصراحه ما بحبش الالوان الخضراء والكلام ده، بس يعني ايه كلون ريسنج كده معدله العربيه وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله، ازيك يا زميلي. بص بقى، هتحطي ريسكت، هبط العربيه متهبطه، الانوار بتاعتها هتخليها لون اخضر بالظبط، نفس لون العربيه. بالنسبه للوحه بتاعتها مفيش لون اخضر. نيجي بقى للكاوتشات بتاعتها. الكاوتشات بتاعتها زي ما انتم شايفين تقريبا هي مركبه دراج ريس او حاجه زي كده، فاحنا بقى نحط لها الكاوتشات اللي احنا بنحبها بس كده. صراحه العربيه ما فيهاش يعني، ممكن اصلا ما تكونش محتاجه صيانه. اوف، ده انا وديتها هناك يا ربي. ندخل عند مركز الصيانه كده نشوف هل هي محتاجه صيانه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا زميلي، اخبارك ايه؟ اوه مش محتاجه صيانه. طب ممتاز جدا وعاش، وبصراحه انا فرحان في حاله النهارده كده. شباب نكون وصلت الحلقه. لو عجبك المقطع ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، والحلقه الجايه ان شاء الله نحاول نجيب الجي تي ار ونسابقها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا سلام. هلو ايفري ون، ماي نيم از ميدو. اشترك في قناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.